خلف العام 2017 ذكريات مريرة في قلوب المئات من أمهات المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي. لقد كان عاما مليئا بالاحتجاج والمطالب التي لم تلبى، ووقفت الأمهات على أبواب السجون التي يحتجز فيها أبناؤهن. قرئت مئات البيانات والرسائل المطالبة بالإفراج. بيان وقفت رابطة الأمهات بصنعاء يدير استمرار اختطاف المواطنين وتعذيبهم حتى الموت في سجون الحوثي وصالح. لكن الجثث وحدها ما سمح لها بالخروج. ففي أواخر العام تعرض أكبر عدد من المعتقلين للقتل الجماعي، حين وضع عشرات منهم في موقع الشرطة العسكرية بصنعاء المعرض لقصف الطائرات. ووفقا للأمهات، فإن جثث أبنائهن ما تزال محتجزة، وتريد الميليشيا أن تجعلها مصدرا للمساومة وطريقا للابتزاز. ازداد عدد المعتقلين مع الأحداث الأخيرة في صنعاء، وأضيفت أعداد جديدة إلى قوائم الملاحقين، وتراجعت مطالب الأمهات من الإفراج إلى تخفيف التعذيب أو إيصال الطعام والقليل من الملابس إليهم. توسع الاحتجاز بلا مسوغ قانوني في النصف الآخر من العام، وشهدت مدن محررة اعتقال العشرات. فتحت سجون تتبع قوات موالية للتحالف العربي، أهمها ما يعرف بالحزام الأمني، ووضع خلف القضبان أبرياء احتاجوا للبقاء أشهرا في السجن كي تثبت براءتهم. وفي المدن المحررة أيضا أنشئت السجون قبل أن تعود المحاكم للعمل أو القضاة إلى مهامهم. كل ذلك جعل من العام المنصرم سنة قاسية على آلاف اليمنيين في السجون وعلى أقاربهم خارجها، والذين توقفت حياتهم وفقدوا حريتهم حتى في الحديث عن ما يحدث للأقارب داخل المعتقل.